قد تختلف شدة الأعراض الدالة على وفاة الجنين من سيدة إلى أخرى، في حين أن بعضهن قد يجهضن دون معرفتهن المسبقة لوجود الحمل من الأساس، فإن البعض الآخر يعانين من علامات واضحة للغاية، وقد يخمنون حدوث الإجهاض في بدايته حتى قبل مراجعة الطبيب. من أهم هذه الأعراض فقدان مفاجئ لأعراض الحمل والتي تشعر بها الأم الحامل في بداية حملها، مثل الشعور بالغثيان وألام الثدي عند لمسه، أو النزيف المهبلي والذي يعد من أول العلامات لوفاة الجنين وحدوث الإجهاض، على الرغم من أن النزيف قد يرتبط بأمور عارضة وبسيطة في بعض الأحيان لا تنتهي بالإجهاض، وقد يكون مجرد بضع قطرات من الدم ليس أكثر، إلا أن الأطباء يوصون دائما بمراجعة الطبيب في حال لاحظت الحامل نزول الدم، ملاحظة وجود إفرازات وتكون سوائل أو أنسجة مما كان موجودا في الرحم، أو الشعور بالألم والذي تشعر السيدة بألم حاد وخفيف إلا أنه دائم في البطن، أو قد تشعر بتقلصات فيه، يمكن أن تشعر بضغط في منطقة الحوض أو ألم أسفل الظهر. يبدأ الشعور بالألم في البطن بعد ملاحظة وجود النزيف، وقد يكون السبب وراء وفاة الجنين في الشهر الثاني من الحمل وجود مشكلة في المشيمة، وهو الجزء المسؤول عن تغذية الجنين من دم الأم، لذلك فإن وجود أي خلل أو مشكلة في المشيمة يعيق من تطور الجنين ونموه ويكون سبب في وفاته، أو وجود مشكلة في الكروموسومات التي تتكون منها المادة الوراثية للجنين وباعتبارها المسؤولة عن نقل مختلف الصفات والسمات لجسم الجنين وأعضائه، فإن نقصان الكروموسومات المكونة لها أو زيادتها قد ينتهي بوفاة الجنين وإجهاضه. وقد يكون هناك بعض العوامل التي ترفع من احتمالية وفاة الجنين وإجهاضه، كمعاناة الحامل من السمنة أو استهلاك الأم لكمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، أو إذا كانت الحامل أقل من 30 عاما، أو إذا كانت الحامل عمرها بين 35 و39 عاما، أو إذا كانت أكثر من 40 عاما. وعلى الرغم من أن الصحة الجسدية للأم هي ما تعاني منه بعد وفاة الجنين، إلا أنه في الواقع قد يؤثر في حالتها النفسية والعاطفية بشدة كبيرة، ما قد يستغرق وقتا طويلا عند بعض النساء للتعافي والمضي في حياتهن كالسابق، وذلك التأثير لا يستثنى زوجها أيضا، وهو ما يتطلب الدعم والمساندة من العائلة والأصدقاء أو طلب الاستشارة من الطبيب لمساعدته على تخطي الأمر. أما بالنسبة للصحة الجسدية للأم بعد وفاة الجنين فذلك يعتمد على احتياج الأم لإجراء الإجهاض جراحيا، أما إن تم بالكامل دون أي تدخل طبي يمكن توضيح ذلك في النقاط التالية. يتطلب التعافي الجسدي التام مدة تتراوح من شهر إلى شهرين، وعادة ما يستمر نزيف الإجهاض لمدة أسبوع أو اثنين، وقد تحتاج الأم لبعض المسكنات خلال هذه الفترة للسيطرة على الألم، والتي يصرفها لها الطبيب المتابع لحالتها. أما إن استمر النزيف لمدة أطول أو صاحبه ارتفاع في حرارة الجسم أو خروج إفرازات برائحة كريهة مع الدم، ذلك يحتاج إلى إخبار الطبيب، ويصرف الطبيب أدوية معينة للتخلص من الأنسجة الميتة المتبقية في الرحم، أو قد يلجأ إلى عمليات جراحية كتوسيع وكحت الرحم، ويصرف الطبيب المسكنات وبعض المضادات الحيوية للحامل بعد إجراء الجراحة، ويمكن أن يصف أدوية تساعد على بقاء الرحم منقبض لتقليل نزيف الدم. ويحتاج تعافي الأم من العملية يوم أو اثنين حتى تعود بعدها إلى الأنشطة اليومية المعتادة، ويوصى بعدم استخدام السدادات القطنية الصحية المستخدمة أثناء الدورة الشهرية أو عند النزيف أو الجماع لمدة أسبوع أو اثنين من فترة الإجهاض، ويجب التفكير بمحاولة الحمل مرة أخرى بعد وفاة الجنين، وذلك يكون بعد تعافي جسم الأم بشكل تام واستعدادها نفسيا وعاطفيا لذلك. وعموما يوصي الأطباء بالانتظار مدة تتراوح بين دورة شهرية طبيعية وثلاث دورات شهرية طبيعية قبل العزم على محاولة الحمل مرة أخرى.